علينا اليوم الغسيطة متاعنا مش نعمله خبز بالفرينة القمح الكامل. دونك هذه الماركة أنا اللي استعملتها ماركة رندا. هذه الباكو فيها رطل، فيها رطل الفرينة. دونك فرغته أنا في وسط البول. هذه متاعنا عندنا حطيت أنا 20 غرام سينوج، كل واحد يحط قداش يحب سينوج وقداش يحب يحط بسبيس. دونك انا حطيت سينوج وبسبيس تفاح البنين على الاخر نتاع الخبز. عندي 10 غرامات ملح، هذو مع 10 غرامات خميره، 50 غرام زبده، هذه في الاخر بكل باش يجينا الخبز طري. وعندي كعيب عظم، واخيرا 350 غرام ماء. دونك نجمو تستحقوا ما بين 300 الى 350 غرام ماء. دونك نخلطوا ونزيدوا بشويه بشويه الماء. انا شنو المكونات اللي باش نبدا نحطهم؟ باش نحط السينوج نتاعي، ونحط البسباس الكل، ومش نخلط باش نبعد الملح. كي نجي نحط الخميره لازمهاش تمس الملح، الخميره تقتل الملح والماء سخون يقتل الملح. توا مش نحط باكو نتاع الخميره نتاعي، حيت يا لطيف باكو نتاع الخميره نتاعي كل هما 10 غرامات خميره هنا هكا على جنب. ومش نحط كعبه العظام نتاعي الكلها، ونحطهم في الباتر بشويه بشويه يتعجنوا. كل مره نزيد عليهم قطيره ماء، والزبده هذي كي كملت العجنه نزيدها هي في الاخر الزبده داكوردو. باه نحطها في الباتر ونرجع لكم. باه لهنا حطيتها تتعجن، بشوية بشوية نزيد عليهم الماء. من المستحسن سواء عندك مش تعمل عجنة متاع خبز، وخاصة كيكون فيها سميد، تعجن البات وهي يابسة، يعني ما تحطيش الكونتيتي كله متاع الماء، تخلي البات تعجن مليح مليح وهي يابسة. لو كان مش نقعد حكاية بحذيها، وكل مرة نزيدها شوية كونتيتي الماء ونخليها تتعجن. كل مره نزيد الكونتيتي نتاع الماء نتاعها ونخليها تتعجن. انا جبني هكا توا سبا نستناها تتلم شويه، كان مازلت فيها فرينه يعني شايحه نزيدها الماء، كان ما فماش فرينه شايحه دونك نخليها تتعجن شويه وهي يابسه. كما تراو لهنا تلمت العجينه، ما عادش عندي فرينه شايحه، والكونتيتي نتاع الماء ما كملتهاش الكل. دونك مازال عندي بريسك 50 غرام ولا اكثر ماء. مش نخليها تو تتعجن، حكيت درجين 10 مينوت تتعجن وهي هكيك شايحه. مش نحطها نيفو 1 ونخليها تتعجن 10 مينوت كاملين. عجنة الدرجين دونك قبل ما نكمل بقية الماء مش نحط الزبدة، خاطر كي مش نكمل بقية الماء وما نزيدش الزبدة بعد كي تولي الزبدة مش بالساهل باش تتعجن معاها، تولي الزبدة مش بالساهل تتعجن معاها. دونك انا مش نعجنها بالزبدة ونخليها 10 مينوت اخرين تتعجن. هذيك دخلنا الزبدة، هذي بخيسكي زم يكون عندي 7 دقائق من اللي هي تتعجن. طبعا مش نكمل نزيد لها الماء بحكم اللي هي ترات، دونك باش نقوي من نيفو 1 باش نبدا في نيفو 2. لين تتم العجينة طبعا مش نوقف، لازمني نوقفها ونحرك البات هكا خاطرها لصقت بالزبدة في الأحرف. دونك انا نحركها هكا البات ما نخليهاش لصقة في
والأحرف ونخدمها. ملاحظة، الماء اللي نستعمل فيه راهو دافي، والزبدة كي تحطوها يلزمكم تحطوها بحرارة الغرفة ماهيش باردة. هذه الكارت اللي تحصلت عليها، شوفوا طرية ماهيش يبسة. دونك طبعا مش نمسح يدي بشوية زيت، شو قد يدي بشوية زيت دهنت يدي بشوية زيت باش نحي. شوفوا نبدا بالزيت مليح مليح مليح، فهمتش علاش الكاميرا طايحة شوية غلطة. تحبوا توزنوها الفات وتقسموها على النمبر اللي حاجتكم بيه نتوما، وإلا كل واحدة على قد تعمل على قد كفك. أنا نحب مخبيزة صغار، دونك يا إما باش نعملهم هكا نسمعها هكا نسميها هكا مديخة، هكا تسميها هكا مديخة، هكا مديخة، هكا مديخة، هكا هكا لين نولي الفاسدة نتاعها مزيان. ونحطها بعيدة شوية هكا ونفتحها شوية، ما تفتحيش برش باش تجيك بومبي الخبزة. اوكي، خاطر هي تزيد في الفوليوم نتاعها. دونك نعمل مخبزات خبزات صغيرونات هكا كالعادة، هكا ونحشي هذي هكا هكا وتتحشي هذي داخل هكا. دونك نعمل هكا مليح مليح ونسمح لها وجه ونحط هكا ونغادي نعاود نقدي بالزيت ونفتحها شوي. كان يحبوهم دي ساندويتش هاوين دي ساندويتش، وإذا كان خمسة ديك نفشة مليح ما هيش ناقصة في الفوليوم. باهي انا لهني الخبز نتاعي سي بون خمر كيما نحب انا. من الاول حطيتو 15 دقيقه، لكن كي جيت لقيتو ناقص موش خمر مليح، دونك زدتو 10 دقائق الكل. توقيت النجوم اللي نتاع التخمير هو 25 دقيقه، عملت فيه انا شلوط هكايا من فوق، زينته شويه بشلوط من فوق. دونك الكاس الماء هذيك حاجه تدخل الفرن، حطوا فيها عبيها بالماء وحطها في الطبق نتاع الخبز نتاعك. ولهنا كيف كيف حطيت في الطبق نتاع الخبز نتاعي، علاش؟ على خاطر الفور نتاعنا ما يسيبش بخار كيما الفور نتاع الكوشه اللي طيبوا فيه الباجيت. دونك انا تاو شني مش نحط، نحطو على 30 دقيقه يطيب 250 درجه. هذه الغزولتا فينال بعد ما طاب الخبز 30 دقيقة على 250 درجة، غزولتا روعة.
خبز طري احشوش، ما تنساوش شكل كيسين متاع الماء هذمك في كل بلاتو، هذاك اللي يخلي الخبز ما يجيش قشرته يابسه. كم تشوفوا في الريزلتا ما شاء الله ناضجه طايبه بالقديم نفجه، جربوا الغسيت وما تندموا.